الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على دعم مصر لتطوير علاقات التعاون المشترك بين مصر وشركة أباتشي الأمريكية. مجلس الوزراء يوافق على تعرفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية. وزارتا التخطيط والزراعة توقعان على بروتوكول تعاون لتطوير البنية المعلوماتية الزراعية. نشرة اقتصادية جديدة تأتيكم من إكسترا نيوز في القاهرة، أنا أحمد بشتو. مشاهدينا أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر لتطوير علاقات التعاون المشترك بين مصر وشركة أباتشي الأمريكية نظرا للتاريخ الممتد للشركة وسوابق نشاطها في مصر، وخلال استقباله جون كريستمان رئيس مجلس إدارة شركة أباتشي الأمريكية المتخصصة في مجال بحث واستكشاف البترول. وجه الرئيس السيسي بمواصلة التنسيق والتعاون مع الشركة الأمريكية وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها. أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أن رئيس شركة أباتشي أشاد بالقيادة الحكيمة والرؤية الطموحة للرئيس السيسي، مؤكدا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتماما بتطوير الاستثمار فيها. للنقاش ينضم إلينا هاتفيا الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة. دكتور جمال، بعد شركة إيني الإيطالية بي بي البريطانية، الآن أباتشي الأمريكية يعني تتوسع وتنوي التوسع في استكشاف البترول في مصر. ما أهمية هذا التنوع بين الشركات العالمية في مجال استكشاف الغاز والنفط؟ ده يعني أن المناخ الاستثماري لدى قطاع البترول المصري مناخ ناجح يستطيع أن يؤدي بكثير من الثقة وأيضا الدعم الذي أولته القادة السياسية يمكن من الربع الأخير من 2013 حتى هذه اللحظة لدى الشريك الأجنبي مصداقية، لدى الشريك الأجنبي صورة كاملة عن مصداقية الدولة في دفع مصداقية الشركاء الأجانب وعن قدرات الدولة المصرية التي بدأت يعني من 2015 بقدرات عالية لعملية البحث والتنقيب واكتشاف مشروعات عملاقة. هذه المشروعات وصلت بمستوى الانتاج المصري الى ما يفوق 130% من قدرات الانتاج من الغاز الطبيعي. الدوله تسعى جاهده في خلال خططها في الانفتاحيه لمناطق جديده سواء مناطق في شمال المتوسط، شمال غرب المتوسط، او في مناطق البحر الاحمر. كل هذه المناطق اعطت وكل هذه الاليات اعطت لدى المستثمر المصري الاجنبي ثقه كامله في ان الاستثمار داخل الدوله المصريه استثمار بناء يستطيع أن يؤدي إلى نوع من الثقة وفتح كثير من الاستثمارات الأجنبية. ويمكن خليني أقول لك قطاع البترول المصري خلال الخمس سنوات اللي فاتت المتوسط السنوي للاستثمارات لقطاع البترول من الشركاء الأجانب تصل ما بين 5.5 مليار دولار إلى 6 مليار دولار. ده متوسط سنوي في حجم من الاستثمار الأجنبي يصل إلى حوالي 13 إلى 15 مليار دولار، وبالتالي نجح قطاع البترول باستثمارات متوسطة ما بين 38 إلى 40% من قدرات ضخ عملة أجنبية في الاستثمار الأجنبي، وبالتالي ده أعطى نوع من الثقة والقوة لدى بقية الاستثمارات الأجنبية أن تستمر. أصلاً قطاع البترول استطاع أن يحول الخسائر والديون إلى مكاسب في الفترة الماضية، لكن دكتور تفضلت بأن هناك مجالات استكشاف في غرب المتوسط، شرق المتوسط، شمال المتوسط، وأيضاً في البحر الأحمر. هذا يحتاج إلى تكنولوجيات جديدة، ومصر الآن بهذا التنوع مع الشركات تحصل على هذا التنوع في التكنولوجيا أيضا. خلينا أقول لك احتكاكنا كدولة مصرية لأكثر من تاريخ في قطاع البترول المصري لأكثر من 35 سنة وخاصة مع الشركاء الأجانب. يعني احنا النهارده بنتكلم على شركة أباتشي، هي أحدى الشركاء الثلاثة الأقوياء داخل الدولة المصرية كما أشرت، الجانب الإيطالي منذ 1957، الجانب البريطاني 1986، الجانب ايضا الامريكي يمكن قديما من ابتداء من سنه 68 69 بدات بشركه اموكو في الجزء فيما يخص منطقه خليج السويس، ثم اباتشي المحصله لها استثماراتها ابتداء من نهايه السبعينات. هذه الاستثمارات وصلت لكميه كبيره جدا من حجم استثمارات الصحراء الغربيه، وده يمكن بتمتاز به شركه اباتشي وهي اولى الشركات المجمعه ما لديها من انتاجيه من الزيت الخام
وهو النفط بمعدلات تصل إلى أعلى مستوى داخل الدولة المصرية. لديها شركتين من الشركات، لديها شركة خلدة للبترول وهي شركة مشتركة مع الجانب المصري ممثل في هيئة البترول، وأيضا لديها شركة قارون للبترول وهي شركة أيضا ممثل مع الجانب المصري ممثل في هيئة البترول المصرية. كلا الشركتين من الشركات التي تنتج مجمعة جعلت لها يعني مقيال ومعيال داخل الدولة المصرية كأولى الشركات إنتاجية في الزيت الخام داخل القطر المصري بقدرات تصل إلى أكثر من 32% من حجم تنتج الدولة المصرية من مناطق الصحراء الغربية وأيضا في مناطق في أقصى الجنوب للصحراء الغربية. الشركتين يمكن من ضمن الشركات اللي هي بتطرح منهم، ويمكن ده وجه اللقاء النهاردة وده الطبيعي مع القيادة السياسية، أن القيادة السياسية من وقت لآخر تجتمع مع رؤساء التنفيذيين للشركات العالمية لبحث السبل لزيادة دخل الاستثمارات وخطط هذه الشركات في عملية البحث والتنقيب وزيادة الإنتاج داخل القطر المصري، وأيضا على أي نوع من المشروعات العملاقة التي تستطيع أن تظل القيادة السياسية لها كل العقبات. دكتور جمال، ليس فقط استكشاف الغاز والنفط وإنما أيضا تكرير النفط، تصنيع الغاز، هناك شركات تدخل في المجمعات الخاصة بهذه الصناعة في مصر، وبالتالي نحن أمام توسع أكثر لاستقطاب هذه التكنولوجيات استكشافا أو تصنيعا. تماما، أنت سوف تجد أن الجانب الأمريكي زود حجم استثماراته يمكن في خلال السنتين اللي فاتوا، وصل حجم الاستثمارات للجانب الامريكي سواء اذا كانت في عمليات البحث والتنقيب داخل قطاع البترول او في عمليات البتروكيماويات ايضا داخل استثمارات قطاع البترول. سوف تجد ان هذه الاستثمارات وصلت الى من خلال السنه اللي فاتت، من السنه دي وصلت لحجم استثمارات تصل الى حوالي 10 مليار دولار، حوالي 7 مليار دولار، وده حجم الاستثمارات لمجمع البتروكيماويات في البحر الاحمر لشركه بيكتل الامريكيه، وحوالي 3 مليار دولار استثمارات لحجم شركه اباتشي فيما لديها من شركتين مساهمين مع الحكومه المصريه داخل مناطق البحث والتنقيب في الصحراء الغربيه. الارقام بتضع زي ما قلت لك، ويعني تضع وضوحا كبيرا ان الشركات العالميه، خلي بالك احنا بنتكلم على شركات من ضمن 27 شركه عالميه سواء اذا كانت اباتشي او الشركات الايطاليه او حتى الشركات البريطانيه بالاضافه للشركات الروسيه والاماراتيه وايضا شيل الهولنديه، كل هذه الشركات لدينا 26 شركه اجنبيه تعمل على الاراضي المصريه. هذه الشركات تحمل في جوابعتها كثير من التكنولوجيا وكثير من الاستثمارات وكثير من الدعم لدى الدوله المصريه اللي احنا امتدت فيه الدوله المصريه منذ اكثر من 30 سنه. اشكرك جزيل الشكر الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة البترول والطاقة، ضيفنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر. وافق مجلس الوزراء على التعرفة المقترحة لبيع الكهرباء لمحطات شحن السيارات الكهربائية وتعرفة البيع لشحن السيارات الكهربائية، وذلك في إطار ملامح استراتيجية توطين صناعة السيارات الكهربائية والسيارات الهجين في مصر. كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق المبسط بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية حول برنامج ثان لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية في محوري دعم تنفيذ قانون التأمين الصحي الشامل ودعم الاستدامة المالية لهذه المنظومة. شاركت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد في جلسة بعنوان دور الأعمال والقطاع المالي في تمويل التعافي المستدام والمرن من كوفيد-19، وذلك على هامش فعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة والمعني بالتنمية المستدامة. وأكدت الدكتورة هالة السعيد على أهمية تكثيف الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتحدي التمويل العالمي، مشيرة إلى أهمية وجود مشاركة شاملة للبحث عن أفضل الطرق للتخفيف من تأثير الوباء، لافتة إلى أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قد ساهم في توفير الحيز المالي الكافي لإطلاق حزمة تحفيز شاملة لتخفيف العبء عن القطاعات المتضررة أثناء الوباء، وما يضمن تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودفع عجلة النشاط الاقتصادي. ونتيجة للإصلاح وبالرغم من الوباء، فقد تمكنت مصر من تحقيق نمو اقتصادي إيجابي عند 3.6% في العام المالي 2019-2020. وقعت وزارتا التخطيط والزراعة على بروتوكول تعاون لتطوير البنية المعلوماتية الزراعية، يهدف البروتوكول
إلى وضع آلية للتنسيق التي تسمح بتعظيم الاستفادة من مخرجات مشروع تكامل البنية المعلوماتية المكانية لدعم متخذ القرار بوزارة الزراعة في إطار الحفاظ على الرقعة الزراعية ومتابعة المحاصيل الزراعية وحصر التعديات وحصر مزارع الثروة السمكية، وذلك من خلال إنشاء وحدة للبنية المعلوماتية المكانية بالوزارة. عقدت لجنة تسيير المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة في محافظة المنيا اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي والمالي للمشروع على مدار 3 سنوات. وأكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن المرحلة الثالثة من المشروع تأتي استكمالا لنجاح المرحلتين السابقتين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج مبادلة الديون الإيطالية المصرية من أجل التنمية، وذلك بهدف تنفيذ وتطوير ممارسات إدارة المخلفات لتصبح أكثر استدامة، كما تم الاتفاق على اعتماد خطة العمل السنوية للمشروع للعام الحالي. الآن إلى فاصل قصير نواصل بعده نشراتنا الاقتصادية، فكونوا معنا. مشاهدينا من جديد أهلا بكم. أطلقت وزارة التعاون الدولي المشاورات الوطنية للإعداد للإطار الاستراتيجي للمشاركة مع الأمم المتحدة في الفترة من عامي 2023 إلى عام 2027، وذلك بمشاركة 30 جهة حكومية و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة. وضحت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط العمل على وضع إطار جديد للمشاركة يعزز الجهود الوطنية نحو تحقيق التنمية المستدامة ويتسق مع أولويات الدولة. أعلنت وزارة الإسكان أنه يجري الانتهاء من تنفيذ 4340 وحدة سكنية ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بمدينة بورسعيد الجديدة سلام. ولفت وزير الإسكان عاصم الجزار إلى أنه من المخطط أن تستوعب المدينة حوالي 800,000 نسمة بجانب تنوع استعمالات الأراضي بها، وتشمل أراضي إسكان متنوعة ومشروعات خدمية وترفيهية وسياحية، كما أنه تم البدء في تنفيذ جامعة أهلية على مساحة تبلغ 44 فدانا على محاور الطرق، وجامعة تكنولوجية على مساحة 16 فدانا. تتواصل الإشادات الدولية بتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بالرغم من فيروس كورونا، حيث رصد تقرير مجلة الإيكونومست توقعات إيجابية للاقتصاد المصري حتى العام المالي 2023 و2024. إشادات دولية واسعة لها الاقتصاد المصري الذي استطاع تحقيق مؤشرات نمو إيجابية بالرغم من الأزمات المتلاحقة حول العالم وآخرها فيروس كورونا. مجلة الإيكونومست العالمية رصدت في تقرير لها توقعات إيجابية للاقتصاد المصري حتى العام المالي 2023-2024،
وذلك بعد تخطي العام الأول لجائحة كورونا وتداعياتها السلبية. كما توقع التقرير أيضا نمو صادرات السلع والخدمات بمعدل 13.5% في العام المالي الحالي مقارنة بمعدل نمو 8.5% في العام السابق. جاء ذلك فيما أكد البنك الدولي أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة ساعدت على استقرار الاقتصاد المصري وتحسين أدائه المالي، ما ساعد على تأهيله لتجاوز أزمة كورونا. من جانبها أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن سلسلة الإصلاحات المالية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة ساعدت على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصنعة محليا وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. بدورها ذكرت وكالة مودز للتصنيف الائتماني أن السجل الحافل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية يدعم ملف مصر الائتماني، كما ساهم في استعادة تسجيل الاقتصاد لفوائض أولية والتي من المرجح الاستمرار في تحقيقها خلال السنوات المقبلة. هذا وعلقت وكالة فيتش بأن النمو الاقتصادي في مصر يظل قويا على المدى المتوسط بسبب الاستثمارات القوية وعودة النشاط السياحي، بالإضافة إلى تعافي البيئة الاستهلاكية، مشيرة إلى أن الاستقرار النسبي للجنيه المصري أمام الدولار سيحد من حدوث زيادة بتضخم الواردات. في المقابل أشاد معهد التمويل الدولي بإصلاحات ما قبل الأزمة والتي ساهمت بدعم من السياسات النقدية والمالية في جعل مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تجنبت الانكماش الاقتصادي عام 2020، متوقعا أن يكون النمو معتدلا خلال السنوات المقبلة. يأتي ذلك فيما ترى وكالة ستاندرد أند بورز أفاقا قوية لنمو الاقتصاد المصري وذلك على المدى المتوسط، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، مشيرة إلى أن تعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة من شأنهما خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي. الآن إلى بكين، حيث انخفضت واردات الصين من النفط خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 3% لتصل إلى 10,510,000 برميل يوميا، مسجلة أول انكماش منذ عام 2013. وأشارت إدارة الجمارك في الصين إلى أن إجمالي واردات بكين من النفط بلغ مستوى 9,770,000 برميل يوميا في يونيو الماضي، مقابل 9,650,000 برميل يوميا في مايو السابق، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وعمليات صيانة مصافي التكرير. تراجع الانتاج الصناعي في منطقة اليورو في مايو الماضي بأكثر من المتوقع، مدفوعا بهبوط انتاج السلع الاستهلاكية غير المعمرة كالمواد الغذائية والملابس. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي إن الانتاج الصناعي انخفض بقيمة 1% على أساس شهري مقابل توقعات سابقة بنسبة 2%، وسجل الانتاج زيادة كبيرة على أساس سنوي مع تعافي الاقتصاد من أسوأ مرحلة من جائحة كوفيد-19 في عام 2020، ولكن الزيادة والتي بلغت 20.5% تعد أقل من متوسط التوقعات والتي بلغت 22%. في سياق متصل، أطلق البنك المركزي الأوروبي مشروعا تجريبيا لعملة اليورو الرقمية، وذلك بهدف تقييم التأثير المحتمل لها على السوق وتحديد خيارات التصميم لضمانات الخصوصية وتجنب المخاطر. وتتوقع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد استغراق هذه المرحلة الاستكشافية نحو عامين، وأن يؤدي المشروع بأكمله إلى إصدار نسخة رقمية من اليورو في غضون 4 سنوات. إلى لندن، فقد ارتفع معدل التضخم البريطاني فوق المعدل الذي يستهدفه بنك انجلترا المركزي في يونيو الماضي ليبلغ 2.5% مقابل 2.1% في مايو. وقال المركزي البريطاني إن معدل التضخم سوف يتجاوز 3% مع انهاء بريطانيا إجراءات العزل العام، ولكن يعتقد أيضا أن هذا الارتفاع مؤقت ولا يستدعي خفض برامج التحفيز الضخمة للاقتصاد البريطاني. تراجعت أسعار النفط هامشيا خلال تعاملات اليوم مع متابعة مستجدات الطلب العالمي على الخام، وانخفضت أسعار العقود الخام الآجلة لخام برنت بنحو 7% لتصل إلى $75.90 للبرميل.
وصلنا بهذا لختام أخبارنا الاقتصادية. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. دمتم بخير وإلى اللقاء.